لاباس وليدي. علق لي علق لي هذه. يعطيك الصحة. السلام عليكم. عليك السلام. بوزيد جيت؟ لا لا. أني عند النوتير. باش بوزيد. يا أخي جبت لي برك واش وصيتك. لي كوكيس. الله يستر. حبيتي نلعب بأمري ما نجيب لك، شو ما عندك حق 3 أيام هنا. يعطيك الصحة. شوف قهوة بوزيد. إيه ماذا بك. واش قالك النوتير؟ يا ودي النوتير هذاك رجعني اللورا كامل ذكرني في خويا مروان الله يرحمه. خوك هذاك اللي قلت لي 20 سنه ما شفتوش. يا ودي اكثر من 20 سنه كاع. يا ودي مسكين قبل ما يموت على بالك خلى لي وصيه. اه باش نعطيها لوليدو حسن. زاد عنده تفرو اسمه حسن ما نعرفوش كاع. تبهديله. تبهديله بارك. بس على فوت تاعك بوزيد انت اللي ما حوستش عليه. علاش لا فوت تاعي انا يا اخي؟ هو ذاك الوقت راح مع يمه. وانا رحت مع يمه. واش؟ راحوا ما يعيشوا في الغرب وانا قعدت هنايا. كونتاكت ولا ما كاش؟ انا لا. روسيا دي واش تقول؟ هاتي نشوف. اي بلا تاع وليد وتاع حسن. والله راني حشمان انايا كاع كيفاش نقابلوا هذا حسن هذا. هذاك هاد لوسيا واش تقول بوزيد؟ باللي خوك خلا كاع الورث تاعو لوليدو حسن، ابارتمون زوج ملاير. اي حكى لي النوتير حكى لي. اي بصح انا ما فهمتش بوزيد، انت واش دخلك في هاد الحكايه؟ اي باينه. خويا مريم الله يرحمه عنده غير انا هذا ما كان سكي في قبل ما يموت خلى وصايا باش انا دوك نستكلف بالرزق تاعو هذا لوليد وحسن هذا ما كان عيبينا الله يرحمه بصح انا المشكل تاعي حسن حسن انا مانيش عارف كاع كي راح ندير وجهي انا حشمان كيف راح نتلاقى بها على بالك كي تسمعي يا زهره بنتي شتي الناس اللي تعرف تموت يا زهره هذا مات وخلى الملاير وبرط مع الوليد كلام بس عليها ماشي كيما واحد العباد على بالك كيموت واش يخليه يخليه الكريدي تاع الميلود والدرهم ما كانش يما حبيبي يماك شدي يماك شديها دوك نشرفط روحي بهذا القهوة نشرفط روحك ولا اقعد شوف بوزيد المود دوك يعاد تديل مليح وتخليه تخليه يدوني على بيا ربي طول لك في عمرك واش راك تقول قلت لك الله يطول في عمرك فيني ثياج دارن دارن الواكيد الزهري عطا لقيت ولينا في زهري خليه شوفي يا شوفي يعني انتي دوك انتي حبه زرودية يا بنتي ما تعرفيش تقشريها انتي الراجل هذا دوك يديك راح يدرب عليك بكري قال لك ضرب ذراعك تاكل متسق يا فيفي بنتي لا. ماما خليني ما كاش نهار شتي ستار فيري فيموس تنقي لك في زرودية نو واي عجبتني فيفي زهرة اليوم لازم تديري لنا فطور طوب على بالك او جاي وليد خويا علاش ماشي مرفون طيب لك الطوب لا لا دائما منين ذاك طيبي بصح الروس تاع هذيك النهار يا بلعمي انا جيت نسقيها القدره طلعت معاه واش قلت؟ والو والو سمعتك ها هذيك النهار كنت عيانه بوزيد يما اكي تعيا شويه بزاف هاد اليامات رامي حقا بابا بغيت نسقسيك هذا حسن ولد عمي تاع الصح تاع لاشين طونطون زيدو وهذا الكوزين ديالنا جديد هذا زعما يكون فيموس على الساحه الفنيه فيموس ابو زيد شوف انا رايي هذا ولد تاع زهره هذا ولد خوك اللي جايك لازم اليوم تقوموا به تاع الصح حويتي من المغبون وما عنده حتى واحد قوم بيه شويه يتيم مسكين صح عندك الحق كوكي سيرتو ملي مات بابا رامي 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 دوك انا نحل الباب كل شيء واجد هذا يكون هو
عمري ما شفتو تلفت لي على بالك. على بالي. دونك كيفاش نبدا لك؟ هذه مرتي زهرة. مشرفين. الله يبارك. وهذه البركة تاع الدار. كوكي. سيبتي يما يعيشك متشرفين شحال وكاينه فيفي ثاني بنتي فيفي مازال ما جاتش راك شوف وليدي الله يرزقك بالزوجه الصالحه ان شاء الله امين امين واسمها يبدا بالفي ويخلص بالفي كيما فيفي لا غير فيفي بركه ابو زيد كاينه فطوم كاينه فيروس كاينه كل اسم يهم يبدا بالفي ويخلص بالفي كي بعضها شوف وليدي على بالي بيك جيت من السفر وراك عيان وجيعان واسكت برك هاي تروح تفطر معايا اليوم روح روح وليدي هاي مشي قدام هاي واش يماك دوكا بيتي راح تحومت عليه ودات وقال لها هبط طبالو فيفي بوزيتا يرحم بابك ما تبدانيش كنت كيما اوكي اوكي اتس ا بروبليم اش تو رابيل تونتون زيدو هذاك الكوزان ديالنا اللي قلت لي عليه حسن خويا شحال فاشن تونتون زيدو شبه لجاكسون 5 اي بصح هذا جاكسون 1 شوف انت ما تعرفش خير مني اي انا دير هاد شوف دير هاك شوف تبعني خلاص هادي السلام عليكم بخير واش حسن رقت بيان صافا بيان الحمد لله بالك تحشمه راك فين داركم صحيتي يما ارواحي بخير بلا ما نوصيك ردي بالك ديري لي تبهدلي القدام فهمنا واش زعما تخيبيني انا خرفت ولا واش لا لا راني بعقلي وعقلي بعقلك سكتي يعني نهضر معك بالعقل نوصي فيك على كي طايطي توصيني خلاص انا هنا حنخدم روحي بالسلامه قالي خير حسن صحيتي هذا مرام بالك ولدي يشوفكم الحلال القرايه هاي قالي خير بالسلامه هاك وليدي ها الله يحفظك خالتي كوكي عايشك ها الله يحفظك عشر او طوب فور قولي يا وليدي دور نحن معاك تدرام هادو ذوك اللي ورثتهم الله يبارك قولي برك شو حدير الدرام هادو غادي ندير بيهم مشروع نحل فيه واحد ستوديو تاع موسيقى وباغين نشري لوطو تكون طوب طوب هذا مكان وهذا مكان الصح 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 راك نسيه وقيله نسيه ايه والله نسيه هاو لازم تتزوج ابني نتزوج ايه لا خالتي كوكي مازال راني صغير كيف هنتزوج ها ولا الزواج احسن وليدي الزواج هذا صع على الكبير وعلى الصغير ها واش فيها هذه ها حسن وليدي احنا ذكورتنا ولا بطلنا ها صباح الخير صباح الخير عمي بوزير صباح الخير حسن بس احرامي هلا مهنا واش حسن يا صاحبي راك بكر وانط بكري عندي واحد القواعد لازم نخدمهم الارمي غير رجلي غير رجلي هاد لي ما تامي رفدو سلمبيتي واحد صاحبي خوه مركي مرفدوه وي ها نطفش تريق نجي نوري لكم لا انا عارف الطريق الله يحفظك وليد عمي مش قاش تعي روحك عمي بوزي لازم نفروها قضيه تاع الوصايه اللي قال لك عليها باب الله يرحمه هاي في بالي صح الله يحفظك ما نسيتنيش عمي بوزي لا 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 عندك الحق يا وليدي شوف قال لك الشيء المليح لازم تزرب له لكن قلقاك اوكي الله يحفظك يا بي بوزي طريق الخير هيا خالتي كوكي ايوه ايوه هيا الله يحفظك ان شاء الله عمي بوزي هيا لي زارتيس وي رامي زعما وليد تهلاو في بعضكم بعضا عمرك ما درتي معايا هذه تاع يا خلي الساره هذه قولي لي واي حاك ماشيه مع وليد خويا واش نقول لك يا وزيد شوف الله يرحمها تملك دخل نكملها برك لك حاجه كي شت وجهك على بالي بلي المورا لو طالع لك صغير حكمه ان شاء الله تكمل ان شاء الله ان شاء الله بلا على هذه فهاد البيان وكديري لي قهيوه انا ندير لك قهيوه ولا انت يديك مكسرين يديرها وحدك ساره هذه دير له قهوه
عمي بوزيد شحال تشبه بابا الله يرحمه حسن شحال راني فرحان كي شفتك سلم عليا يا اخي غير دوك كنا الصباح نشرب في قهوه كيف كيف مازال تبوسني كيف كيف نسيت عمي بوزيد نسيت والله لا نسيت معلش معلش رحت فريت شغلك واش من شغل تاع العسكر ماشي قلت لي راح نجيب كواغط تاع العسكر تاع العسكر ايه على بالك مشيت اليوم الصباح تلاقيتهم مبلعين عاود وليت فكرني عمي بوزيد هل انا البارح كنت هنا لا كنت هنا غدوه وراك رايح البارح لداركم هاك صغير بزاف على الله زي مره حسن واش بك حسن غير الخير واش كاين انا باغي غير نحقق كاش ما ندير كاش حاجه ولا قول لي عمي بوزيد الوصايه اللي خلى لي بابا الله يرحمه الله يرحمه راني جاي عليها على بالي ما نقدروش نريقلوها دروك راني مزروب يا حسن يا اخي الصباح قلت لك باللي غدوه ان شاء الله عندنا موعد مع النوتار انت واش قلقك مشكل واش قلت واش قلت ماشي مشكل عمي بوزيد ماشي مشكل أجمل إحساس بالكون إنك تعشق بجنون وده حالي معاك خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام دوبني هواك كافي كافي أروحي بنيتي أنا نسحقك أروحك أروحي دخل عيني كي تكوني هكذا جونتي معايا أنا خلعك ما والو أقعدي 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 وسمعي ما وش هي حابة تقول لك هاي واش قالت لك أوكي اسمعيني يا فيفي بنيتي انت دوك كبرتي الله يبارك وعطي انت زواج يا بنيتي اسمعي لي مليح ولات الحلال ثاني في الوقت هذا راه راه مع دوق لا لا فيفي بنيتي اسمعي لي خذي راهي اوكي صح ما فهمتكش ماما ما فهمتينيش دوك فهم بنيتي شتي يا حسن ولد خو بوزيد واش شتي صغير لبس عليه شعره هكذا ولد الغريب وزيد عنده مرفع عنده طراب ولو كانت تزوجي بها في بنيتي جاكسون فايف نو واي كيفاه نو واي يا فيفي بنتي خافي ربي وعنده الدراهم يما بصح المهم تاع عجبو يعجبها فايده ماشي في الدراهم فايده في الهنا الهنا شتي شافيها زهره بنتي انت دبري على حانوتك صار ما دبريش عليا انا فيفي بنتي تبكي لي في ليموزين وما تبكيليش في الاركات ما تهضرش خير خير يعني ما تهضريش خير هنا قصتيها ماما شفتي I will think about it يا ولا about it لا والو واش رايك ماما عندي رسالة في مجال لا يما لا هيك شك بديرو السلام عليكم عمي بوزي السلام عليكم الله حسن جوز ولادك شعل فور الله يبارك الله يسلمك ان شاء الله يا ربي ما نقطعش رجلك كما قطعت انت وبابا الله يرحمه شوف وليدي هي ان شاء الله ما تتقطعش واللي حاب يقطعها يا وانا نقطعو اروح اروح وليدي قعد قدامي هنا يا رب اروح اقعد خليه يقعد روح انت هذه اش تعطيك رامي شوف شكون هاك حبك كلمي له دوك راه دخل ديرك هذا ما نعرفش شكون وي رامي صافا كوكو اوه ادم ارتيست خويا توحشتك شكون انتوما انا حسن ولد مروان بن حاده بن عمر صافا سنعود نشوف زيد نقول لك الصح صح انا الزويجه هذو مدبخوني انت قول لي دوك واحد هادو منهم شكون اللي راح يورث برك حسن شكون فيكم حسن انا شكون فيكم حسين هو سمعتوا ما في زوج حسن لا انا حسن وهو حسين ايوا
حتى يطلع لي زبل هنا. تاخذوا تهضروا بالواحد. واه عمي بوزيد كيما تبغي انت، شكون اللي هضر الاول؟ حسن. انا. اي والله. ندب عليا دوك. افهم انت. ابو زيد. اخويا قص علينا. احنا في زماننا اللي يزيد الاول هو اللي يسميوها خويا حسن وخلاص طفرت. سليمة. شكون فيكم اللي زاد الاول؟ زاد خمسة دقائق قبله. خويا الله يرحمه باباكم. علاه ما كتب لكم الرزق في زوج وهنانة. با طلق اما، انا راح مع با هو راح مع اما، وانا بديت كلش. يا با ودك كيفاك رايح دير مع النوتر؟ لازمني ندي حسن الى ستو. سيستا جوني شابين وهدر. او ماي جاد ماشي ملاح. انتو زيدو هاني نشوف دوبل جاكسون وان ماشي ملاح. عينيك لاباس عليهم هما راهم جاكسون تو. واش راك دير يا اخو؟ اوت شلون سمير هنا حوس على واحد العفلة نلقى بها شكون حسن شكون حسن. ما تمسخرش بينا، شوف في الطريقة التقليدية. وشنو هي الهرب؟ شوف تبعني مليح نغفلوهم راك فاهمني، ونعيطوا لحسن واللي عنده ريفلكس الاولاني تسمى هو الحسن. ياك خو تبعني يا حسن. واه شفت لما لقيتها نبقى لك بالجدوى ريبوندي. وليد عمي ما سقاش تعي روحك، انا بروحي مانيش فاهمنا انا حسن ولا هو حسين. لا راني عارف انا حسن وانت حسين. سما كيما هكذا. يما لا انا حسن وانت حسين. يا ودي انا حسن وانت حسين. اوه انت حسن وانا حسين. يا ودي انا حسن وانت حسين. باغي تهبلني. انا حسن. يا ودي انا حسن. يا انا حسن. شي هذا؟ رياح حبسوا شويه واش كاين هذا؟ شي هذا الحس وهذا الضجه وهذا حشموا شويه اولاد راكم كبار وراكم في دار. شي هذا سيبو ماني كوكي ما كان والو. كيف هذا ما كان والو؟ شوفوا الاولاد او حنا دوكا عندنا رجل ما في الدار هذه ما بقى منا والفوق لا لا حسن لا 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 لا, لا الحسين. اي احكم انت هذا حسن اللاص احكم عليه وكاين حسن الدوز احكم عليه انت. اسمعوني مليح وزيتاني كاين حاجه حنقولها لكم. من اول فوق ما كان حتى واحد يخرج ويدخل ولا حتى نهار يرجع ابو زيد من البلاد ويدير لها ربي طريق. روح للبلاد. راح للبلاد وراح للبلاد باش يعرف شكون حسن وشكون حسين. خالتي كوكي لافال اللي قلتي تاع بنتك فيفي واش بيه؟ راني قابل. ايه راك قابل. شوف اوليدي ما تزرب روحك ما والو، خليها حتى يجيبوا زيد وتثبت هذه الرؤية تاع الورث هذه وكسع هذيك النهار سهلة ويدير لها ربي طريق. سمعتوا؟ خلاص أنا رايح العياط ما نحبوش. علي تزاق لي يا ودي أحسن يا ودي أنا أحسن يا ودي أنا أحسن. ما تقلقت يا زهرة راني مقلقة اليوم. ليه تقلقت؟ طول مش من عبويتو هذا؟ ليش هذا تقول عليه راح للهند؟ عنده ساعة من اللي قال لي خمس دقائق دوك نجي ومازال ما لحقش. راحت ماما عرجت أن تنزيدو. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام عمي البوزيد يا درا. لا بس واش بك بوزيد عييت؟ عياني يا كوكي عييت مصر يعطيك صحة سحرة. ما يسيك تعثوني السكنو. يا ودي واحدة طلعها كارثة كاع. العمي ما جيت تلحق لها الدار هذيك حتى قريب عملت. لقيت واحدة من لافامي تاع يماها الله يرحمها. يعني من الآخرين مش عارف جاها وقال ولد بنت خالة يماهم ولا مانيش عارف. المهم سقسيتها قلت لها يا ودي بين حسين والحسين احنا لهيك في الجزائر رانا مباصين ما عرفناش نفرقوا بيناتهم. قالت لي سهلة يا وليدي. يماهم الله يرحمها. ها. توحمت. ها. على الأكرام. مش من الأكرام كريبوني. حبيت تقصد لي باللي يعني فيه الدو عنده كورنيت على كريبوني
معناتها هكذا باش نقدروا نفرقوا بين حسن والحسين. تسمى ذوك على جال كريبوني تشقيني انايا ذوك يشقيوني حتى لثما. وعلى يا ولدي وعلى. مزيد قلبهم تعرف. قلبهم نعرف. شادي مادي قال لي راسي خوذي هذه ولا هذه. هيا هيا ابو زيد درنا سسبانس. هاني الحمد لله انا فرينا الحمد لله حبيبي عوبة العريس الحمد لله الحمد لله. وعلى يا حسين وعلى يا حسين ردي على وعلى يا وليدي هكا ولا تشقي فيا حتى لثمك عباك انا قويمي نطيح. ما تقلقش عمي البوزيد انا تاني عندي كورني لاكريم. ولا هذا كريبوني؟ ايه اي والله كريبوني. شوف يا ابو زيد القضيه هذه مش راح تفرح خلاص. ما تقلقش عمي البو زيد الرزق نقسمه انا وخويا. هذه هكذا خيرك دايره هذه هكذا خيرك هاو كيف عمل جايز ام فيري هابي اوف اباوت اوف يو. ادم حل باب وليدي حل بابا. او ماي جاد السلام عليكم عمي البوزيد. عليكم السلام انا عمي شكون انت؟ حسن. حسن ولو هذا شكون؟ حسين حسن تونتو زيدو جاكسون 3 تسمى يخصو زوج ويقولوا لي جاكسون 5. Thank you.